لأنه بطبيعتها الآن هي أصبحت أداة لكل النشاطات، إننا نسميه إنيبلر، يعني كل ما تريد أن تعمله يجب أن تعمله بتقنية المعلومات. بدك تدرس بدك تستعمل تقنية المعلومات، بدك تطبخ بدك تستعمل، بدك تصنع بدك تستعمل تقنية المعلومات. الآن أصبحت هي أداة، هي المساعد أو الكاتاليس أو الإنيبلر لكل عمل تريد أن تعمله. وبالتالي فنحن أمام خلاف دولي يعيق عملية الحماية على الإنترنت، وإلى أن يحسم هذا الخلاف سنضطر أن نبقى على الأرض لحسم مواضيع في الفضاء لا تصلح لها قوانين الأرض للحكم فيها. شكرا جزيلا. شكرا لسعادة الدكتور طلال أبو غزالة. شكرا. سعادة تحب نفتح باب الحوار؟ إذا في أسئلة أنا حاضر. أولا أبارك لكم استقبال الدكتورات مركز حسن النزاعات. الصوت مش واضح. فينا مايك أحسن. أبارك لكم ابتداء باستمراركم لإطاعات مركز حسم النزاعات على الإنترنت الذي سيعمل أعتقد كما ذكرت بكافة كل اللغات والمجالات. اسمح لي أن أعود فقط إلى القصة التي ذكرتها حول قيام أحد الأشخاص في دولة سموة، والتي أسمع بها أنا أول المرة الأولى أنه قام باستخدام اسم دعني أقول أنه مطابق، وهنالك درجة من المطابقة عالية قد تؤدي إلى تضليل الغير، وبالتالي من القطاع المعني في هذه الحماية هو الغير الذي يتعامل مع أي موقع كان أو اسم تجاري أو علامة تجارية أي كان. وبطبيعة الحال المعيار المعتمد في هذه الحالة هو معيار الرجل العادي الذي يستطيع أن يميز أو لا يميز. ذكرت بأنه تم اعتبار اسم طلال أبو غزالي كاسم مشهور، وبالتالي تمتع بالحماية الدولية. الآن بموجب القانون الأردني على سبيل المثال لا يستطيع، وكل شخص له الحق في أن يستخدم اسمه. قد يكون اسمي أنا طلال أبو غزالي وموجود في الأردن، وأود أن أستخدم من اسمي اسما تجاريا أو أن يكون بأي مجال من مجال الحقوق الملكية الفكرية، ولكن إذا كان اسم حضرتك كطلال أبو غزالي مسجل أول في الأردن، فإذا أردت أن أقوم بتسجيل اسمي وبالتالي يجب أن أضيف عليه ما يميزه عن الاسم الذي قمت بتسجيله، وبالتالي اسمك يتمتع بحماية داخل الأردن كونه مسجلا وفقا لقانون الأسماء التجارية في الأردن، وبالتالي يتمتع بحماية مدنية وجزائية بموجب القانون الأردني. أما الآن تم اعتبار اسمك كاسم تجاري مشهور العالم، فأعتقد أن الجواب على هذه المسألة هو باتفاقية تريبس لعام 1994، وهي اتفاقية الجوانب المتصلة بحقوق الملكية الفكرية، وبالتالي منحت هذه الاتفاقية الاسم التجاري المشهور والعلامة التجارية المشهور الحماية على المستوى الدولي، وإن لم تكن مسجلة في الدولة التي تم فيها الاعتداء على الاسم أو على العلامة. وما دام تم اعتبار اسمك كاسم مشهور وهذا فخر للأردن ولمؤسستك كمؤسسة وطنية نعتز بها، فالحماية التي تمتع بها هي حماية بموجب اتفاقية تريبس سنة 94. فيما يتعلق بالتحكيم الإلكتروني، أنا أحيي ابتداء نظرتك المستقبلية للأمر، ولكن وكما قلت بأن الأمور التقنية هي أسرع شيء في هذا العصر، و مواكبة تشريعاتنا لهذا التطور السريع بحاجة إلى جهد كبير. لا نستطيع كل يوم أن نقوم بتعديل تشريعاتنا بما يتناسب مع هذا التطور الذي يحصل في العالم. التحكيم الإلكتروني جانب مهم قد يكون فيه دعم للميزات العامة التي يتمتع بها التحكيم من السرعة وقلة التكاليف والسرية وخلاف هذه المسائل، ولكن
حتى نكون أمام هذا المجال، بمعنى أن نقوم بنظر النزاعات التجارية والمدنية عن طريق التحكيم، لابد من أن يكون هنالك إطار قانوني ينظم هذه العملية. لأنه أنا عندي بالتحكيم أنا في مسائل كثيرة أتحدث عنها، منها على سبيل المثال ما هو جنسية الحكم الذي سيصدر. الآن جنسية حكم التحكيم هي من مكان بلد التحكيم، لكن في التحكيم الإلكتروني ما هو جنسية هذا الحكم، وبالتالي من هي السلطة المختصة مستقبلا سواء بنظر دعوى بطلان هذا الحكم أو لتنفيذ هذا الحكم. أيضا مكان التحكيم أين؟ إذا تم عن طريق الإنترنت، وكل محكم في دولة وكل طرف في دولة أين المكان التحكيم؟ كما ذكرت لا يوجد حماية سرية أو حماية للسرية، وبالتالي نحن بحاجة الآن أيضا إلى إطار قانوني لتنظيم هذه العملية. وقانون التحكيم الأردني على سبيل المثال أو مجموعة القوانين الأردنية السارية المفروض لنا في الأردن، يعني لا أستطيع أن أعتمد على نصوصها بحيث تضمن الحماية والقانونية اللازمة فيما يتعلق بالتحكيم الإلكتروني، وبالتالي لابد من تعديل تشريعاتنا بما يتلائم ويتناسب مع هذا المجال من التحكيم الإلكتروني. شكرا. مداخلة جيدة ومفيدة ومتفق معها، يعني أنا أوافق على كل ما تفضلت به. تفضلي. إن في CEO ملتقى التداول شركة وزارة الصعمان المالي. أنا كنت بدي أحكي من التحكيم إنه هذا تحكيم من تجربتنا في التحكيم في هيئة الأوراق المالية لن ينجح في الأردن كليتها، طالما إنه دراسة القانون بس بتطلع عنا ناس بصموا كتب، يعني ما في عنا أي تخصص. إحنا في هيئة الأوراق المالية عنا قانون التحكيم بين شركات الوساطة والعملاء. كل ما تصير جلسة تحكيم هيئة الأوراق المالية بتعين محاكم، ما في أي حال من الحالات لم يصدف لنا أي محاكم كان يفهم بالأوراق المالية أو في التكنيكال تبع في الأوراق المالية. يعني طالما إنه دراسة القانون في الجامعات الأردنية ما بصير فيها تخصص، ما بصير فيها معرفة عن المجالات المتخصصة، هذا التحكيم لن ينجح، ومن تجربة يعني مريرة معنا في هيئة الأوراق المالية. شكرا. يعني بدي أعرف كنت إذا في مجموعة طلال أبو غزالة عندكم أي دراسات لتقدموها بالنسبة لتطوير دراسة القانون في الجامعات الأردنية. شنزلي هو حقيقة اللي اتفضلت فيه وارد، ومن المآخذ اللي تؤخذ على كليات حقوق، لكن يمكن سد هذه الثغرة من خلال الدورات والندوات المتخصصة والتي يجب أن تتولاها هيئة الأوراق المالية لنشر الوعي والمعرفة المتخصصة في هذا المجال. فبهذه الدورات وهذه الندوات يمكن نقل المعرفة وتكوين المعرفة عند رجال مختصين سواء من القانونيين أو من الماليين أو المحاسبين يتولوا مهام التحكيم. بس أضيف نقطتين. أنا موجود هنا عميد كلية طلال أبو غزالة معالي الدكتور هشام غرايبة معنا، فبركي ندرس أن نضيف مادة تعليم التحكيم التجاري على القانون الوضعي وعلى الانترنت كلاهما، إذا كان وبكون هذا في بداية جديدة لتنوير بشأن التحكيم على الانترنت، واللي هو يقلقني جدا، لأنه بالمستقبل السوق المالي اللي بتتكلم عنه كله حيصبح هو السوق الإلكتروني، لن يعني كل اللي بنحكي عنه حاليا سأنتقل إلى الفضاء، فبالتالي من الآن أن نحكي عن التحكيم. هذا أولا. ثانيا أنا أريد أن أقترح على أبو غزالة الخدمات القانونية، مين في هون يمثلها؟ في أحد من شركة أبو غزالة؟ مش عيب؟ مفيش حدا؟ هو خليفة فعيدو. واحد بس واحد يرفع إيده.
ما في ولا واحد. طيب انا بدي اطلب من معتصم الدمور بصفته رئيس المجمع العربي للمدير المجمع العربي للملكية الفكرية، انا بدي ترتب مع ابو غزال الخدمات القانونية ان نصيغ Model Arbitration Law for the Arab countries كما هنالك موجود قانون النموذجي للتحكيم اللي صادر عن اليونيسترال واللي كلكم تعرفوه. احنا عدة مرات قمنا بدورنا في 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 حل المشاكل من خلال تقديم مودلز كيف يتم التحكيم، ما هي الاطراف، الاجراءات الى اخره. ان نصيغ قانون للتحكيم، مش قانون عفوا، نموذج لقانون التحكيم ليكون على المستوى العربي كما عملنا في في مجالات كثيرة في نشاطاتنا من قانون حماية الملكية الفكرية العربي إلى آخره، نماذج قوانين كثيرة. خلينا نعمل نموذج ونقدمه للدول العربية لتأخذ به وللمجتمع ككل ليستعين به ويسترشد به كاسترشاد. حليت هيك جاوبت بشقين بكفي؟ شكرا. كلمة قصيرة للأستاذ مصطفى الدين. لا هي مش كلمة أبدا، بس أنا يمكن جواب كمان للأخت. الحقيقة يعني التحكيم لا يعني أبدا أن المحكم يجب